الحليب عنصر مهم جدا وفي فوائد كثيرة، لكن الحليب أنواع كثيرة تختلف بحسب احتياج الإنسان، وكثير من الأشخاص يتساءلون هل إذا شربت حليب كامل أو قليل الدسم وأيهما أفضل، وإيش الأضرار وفوائد كل واحد فيهم. راح تجاوبنا على هذه الأسئلة ضيفتنا في الاستوديو وسام باكير أخصائية تغذية. أهلا وسهلا. أهلا فيك. طيب في البداية ظهرت مجموعات يقولون إنه الحليب ضار، هذا الشيء صحيح ولا لا؟ أول شيء بالنسبة للحليب معروف من زمان إنه هو أحد الأسباب اللي تساعد على نمو الأطفال، حماية الكبار من هشاشة العظام، حماية العظام من التكسر، فله فوائد كثيرة، وهو مصدر رئيسي لفيتامين دي والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم، فكل والزنك، فمرة مهم للشعر، مرة مهم للبشرة، مرة مهم للعظام، للأسنان، لصحة الفم. فاللي يقول لك ضار، أوكي نجي للسايد حق الضار، ممكن نشرح ليش ضار. إذا في حصص معينة في الأسبوع في اليوم عفوا لازم الواحد ياخذها، كل شيء بكمية معينة، لو زادت عن حدها قربت ضدها، فمفروض أنه 3 حصص في اليوم بس تأخذ للإنسان البالغ من الحليب، فبالتالي لو زادت أوكي دخلنا في مشاكل. أو يمكن حتى الناس اللي يمكن زي ما تفضلتي يمكن تحت الهواء قلت الناس اللي يمكن يكون عندهم أصلا مشاكل صحية، صحيح، يعني ممكن تذكرين لنا هذه المشاكل الصحية اللي ممكن الناس يكون استخدامهم أو استهلاكهم للحليب أقل من غيرهم، أو أنهم يمتنعون تماما عن استهلاك الحليب ويستبدلونه ببدائل أخرى؟ صحيح، في عدم تحمل اللاكتوز، ناس عندهم حساسية، فبالتالي هذا ممنوع أصلاً أنه يأخذ حليب العادي البقري، لازم يستبدله مثلاً بحليب خالي أو صويا أو اللوز، أي شيء ثاني بعيد تماماً عن الحليب البقري لأنه خالي من هذا الإنزيم، فلازم يستبدل الأشياء بدال هذا الحليب، هذه ضارة تماماً. بالنسبة للناس اللي عندها مشاكل في القلب كمان راح يكون الحليب البقري ضار لهم، لأن الحليب يحتوي على دهون مشبعة، فبالتالي هذه الدهون المشبعة راح تكون ضارة. حتى لو كان خالي الدسم وسام، إذا مثلا أنا والله أحب الحليب بس أنا عندي مشاكل لا قدر الله في القلب أو شرايين أو كوليسترول مرتفع، خلينا نقول بس أخذ خالي الدسم، هل عادي يعني أوكي ولا تفرق ولا؟ ما راح تستفيدين من خالي الدسم، يعني راح يكون خالي تمام من إيش فائدته، بالعكس راح يؤدي لمشاكل ثانية خالي الدسم. فالناس اللي عندها كوليسترول كمان نفس الشيء راح يضر فيها الحليب. لكن ايش ممكن نستبدل بدال هذا الحليب عشان ما ناخذ، لانه شوف سبحان الله الحليب ممكن يكون سبب في السمنه، لانه الدهون المشبعه اللي فيه هي تعمل على تثبيط السمنه والاشياء اللي تسبب السمنه اصلا، الخلايا الدهنيه، فبالتالي لو شلتي الدهون فيها ضرر، ولو كان في دهون وواحد عنده أصلا يعني مشاكل صحية فراح يكون في ضرر، فممكن نعوض تقريبا يعني بنسبة كبيرة بالحليب النباتي. طيب وسام أنا بسألك، أنت قاعد تقولين عن الحليب، طيب إذا مثلا واحد، شوف أنا من الناس اللي أشرب حليب ولا أني راعية حليب يعني، بس إذا شرب الشخص حليب بحدود المعقول، يعني مثلا خلينا نقول كاسة واحدة باليوم، هل بعد هي نفس الشيء تسبب ذي الأشياء كلها، ولا هذه الأشياء للناس اللي قاعد تزيد؟ ممكن بالنسبة للناس اللي قاعدة تزيد، لأنه أصلا حصة واحدة هي أقل أصلا من الحصص اللي مفروض تاخذينها في اليوم، أنت مفروض تاخذي 3 حصص في اليوم، وإذا واحدة كانت حامل مفروض 4، فبالتالي يعني لازم يكون في عدد حصص لكل فئة عمرية. طب حتى اللي عندهم مشاكل مثلا في الكوليسترول لو ياخذون حصة واحدة ما تأثر فيهم؟ ما تأثر فيهم يعني عادي. اي طيب زين، شو الحمد لله انا كنت شايله هم هذه الكوليسترول بالضبط بالضبط، يعني خصوصا الناس اللي عندهم مشاكل صحيه لازم ننتبه لهم وننتبه لغذائهم لانه ممكن ياثر عليهم. طيب وسام سؤال جدا مهم بخصوص ذكرتي الحليب النباتي ومنها او اشهرها خلينا نقول حليب الصويا، صحيح. وانا من الناس محب
حليب الصويا للأمانة كثير، فلقيت تعليقات ناس كثير مها خففي حليب الصويا، ترى حليب الصويا مو كويس. يعني حتى واحدة من البنات تقول لي أنا مستحيل أشرب عيالي هم أطفال حليب صويا، لأنه في فكرة سائدة ما نعرف هل هي حقيقية أم غير حقيقية هذه المعلومة، أنه يأثر على الهرمونات خصوصا للأولاد، ممكن أنه يسرع في مرحلة البلوغ، ممكن أنه يكون ضار على الإنسان بشكل عام وبالتحديد الأطفال والرجال. فوش رايك بهالكلام؟ هو للأمانة كويس جدا بالنسبة لل يعني فترة انقطاع الطمث، أو ما راح أقول سن اليأس لأنه مو حلوة الكلمة كذا شوية، يعني الكبار شوي بالسن. أي صحيح، فئة عمرية معينة اللي هي فئة الإشراق، ما راح أسميها فئة اليأس. فهذه راح تكون كويسة لأنها هي تساعد على هرمون الأستروجين، فترفع يعني كويس بالنسبة للنساء. يعني النساء ما عندنا مشكلة فيه. أي ما عندك مشكلة. أوكي. أما بالنسبة للأطفال فهو يعني مجرد أنه حليب نباتي ابعدي تماما عنه بالنسبة للأطفال، لأنه هو ما هو نباتي، يعني خالي من الأحماض الأمينية اللي تساعد على النمو. في فئة بسيطة أو كمية بسيطة من الأحماض الأمينية موجودة في الحليب النباتي، فبالتالي الأفضل يستبعد تماما في فترة النمو. إلا إذا كان عنده مشاكل مثلا معينة ممكن الدكتور هو اللي يصف. لو الدكتور هو مثلا أشار أنه أوكي لازم هذا الطفل ياخذ أوكي. أما حتى كمان ممكن كثر الحليب النباتي ممكن يتسبب بحصوات في الكلى، فإحنا ما نبي ندخل الطفل في مرحلة يعني خطرة. صح. حتى بالنسبة لاستخدام الحليب، أنا ألاحظ مثلا يجون مثلا في العيادة أمهات، أنا والله يا دكتورة مثلا أشوف أنه طفلي عنده سمنة، فبالتالي أنا منعت تماما عنه الحليب كامل الدسم وعطيته قليل الدسم. أنت كذا ارتكبتي في أكبر جريمة، لأنه الدهون في الحليب هي مفيدة له أكثر من الأشياء اللي مثلا في الشيبسات في البسكوتات. ليه؟ لأنه هذا الدهن الموجود في كامل الدسم راح يعمل على تثبيط الخلايا الدهنية في جسم الطفل، فهي راح تحتميه من السمنة أكثر وأكثر. صح. فلازم أنه الواحد. طيب وسام، بما أنك قلتي عن الحليب كامل الدسم وقليل الدسم، خليني أسألك وش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم أنه أنتزع الدهن اللي في الحليب. الدهن مرة مهم يعني بالنسبة لامتصاص الدهون للفيتامينات الذائبة في الدهون اللي هي أكيد ألف أي وكي وإي ودي. في أشياء مرة مهمة للأكسدة زي الإي، في أشياء مهمة الفيتامينات، فيتامين أي مهم للنظر، فيتامين دي أكيد للعظام، وفيتامين كي مهم لتخثر الدم. فبالتالي إذا شلتي الدهون ما راح تمتصي كل الأشياء اللي موجودة، الفيتامينات الدائبة في الدهون. صح. أصلا يعني أنا أحس للأمانة كل ما تدخلنا في المصادر الطبيعية كل ما زاد خطرها علينا. صحيح. يعني مثلا عندك الحليب منزوع الدهون أو خالي الدسم اللي يدخلون فيه بكيميكلز أو مواد كيميائية في المصانع ويطلعونها منه، لأن هذه الدهون طبيعية، هذه أوريدي موجودة في الحليب. نفس الشيء عندك القهوة، أنا قريت مقال عن القهوة بما أننا في موضوع انتزاع خلنا نقول الأشياء أو المصادر الطبيعية اللي تكون موجودة في المنتج. يقول لك الديكاف كمان مضرة. صحيح. أو الخالية من الكافيين، القهوة مضرة لأنه تدخلوا فيها طبيعيا هي فيها كافيين. ف يعني كلامك جدا منطقي دكتورة. لكن كمان ما أننا نتكلم عن مشتقات الحليب، الجبن والزبادي، هل هذه ينطبق عليها كل اللي ذكرناه اليوم أو هذه كيس مختلفة؟ يعني في أشياء أوكي ممكن نقلل من الدهون فيها، بما أنه مثلا الأجبان تعرضت لحرارة، لطبخ مثلا صارت مطبوخة. فيعني أنا من وجهة نظري ممكن أنه الواحد ياخذ مثلا زبادي عادي، لأنه مثلا فيه كمية أشياء مرة مهمة، الأحماض الأمينية، البكتيريا النافعة اللي فيه. فالواحد ممكن يستغني عن الدهون في أشياء ثانية. طيب وسام،
آخر شيء ودي أسألك عنه. تفضلي. دائما نسمع إنه أو نقرأ على علب الحليب مضاف إليه فيتامينات ومعادن. هذا الشيء صحيح ولا؟ للأمانة في أشياء أيوة مدعمة، زي مثلا حليب الأطفال يجيك مثلا في عمر 6 شهور لازم يدعم الحليب بحديد بفيتامين دي بالمعادن، فصحيح فيه حليب الأطفال هلا. أي حليب الأطفال، وحتى الحليب مثلا الجاف اللي هو مثلا يكون أي علامة تجارية. طب والحليب اللي نلقاه في الأرفف حقة السوبر ماركت اللي تكون مثلا حليب فرش ومكتوب مدعم بال أو طويل الأجل مدعم بالفيتامينات والمعادن؟ بالعكس مرة يعني كويس، لأنه أصلا إحنا عندنا نقص سواء بفيتامين دي بالفيتامينات الثانية، أكلنا ممكن لما تأكلي مثلا أشياء أنت تغفلين عنها زي مثلا الزبادي مع سبانخ، أنت كذا ما خليتي امتصاص للكالسيوم وتضارب مع الحديد اللي في السبانخ، فبالتالي صار في نقص في امتصاص بعض المعادن والفيتامينات، فبالتالي لازم يصير الواحد لو أخذ شيء مدعم ما في أي مشاكل. جميل. أخصية التغذية الدكتورة وسام باكير، شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. مشاهدينا فاصل قصير وبعدها مكملين. بعد الفاصل سلمان سحيم مصور عاشق للطبيعة البرية.